ريفرنس نيوز، آخر أخبار الفن والفنانين. قرر الفنان المغربي ياسين أحجام مغادرة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مؤقتا باش ينعم بالراحة والتركيز، لأنه مبقاش كيجذبوا الموقع لا إنسانيا ولا فكريا، ولكن وعد الجمهور ديالو بالعودة للتواصل مع متابعيه عند الضرورة فقط. الفنانة والممثلة المغربية هدى صدقي كتعتذر للمسؤول مهرجان سينما الشاطئ ضرورة لعدم إمكانية حضورها لتسلم الجائزة التي توجت بها كأحسن دور نسائي عن دور إيتو في فيلم في بلاد العجائب. أعلن المخرج السينمائي المغربي نور الدين الخماري أن فيلم الجديد بيرناوت غادي يخرج لقاعات السينما مع بداية الموسم الدراسي، ولأول مرة الممثلة فاطمة الزهرة الجوهري غتاخذ البطولة في فيلم مغربي. وحسب ما قال المخرج فالممثلة كانت في أعلى مستوى. تعرض المغني نيك جوناس للسخرية من طرف أحد معجبيه اللي خدم معه صورة في إحدى شوارع نيويورك. هذا الأخير اللي كتب تعليق كيسخر من فارق طول بيناتهم. المغني رد عليه في تعليق اللي وصفه بالوقح وأنه ما كانش ملزم يوقف وياخذ صورة معه. نشرت الفنانة كوثر براني صورة غلاف أغنية جديدة بعنوان أغار. الصورة كتظهر فيها الفنانة مع زوجها في جو رومانسي. نفس الصورة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ضجة على أساس أنها صورة جريئة ومثيرة. بعد أغنية أطير للمغرب أصدر الفنان الإماراتي فايز السعيد أغنية جديدة بعنوان أجي للمغرب. أجي تشوف ولاد الدرب ناس عايشة هنية وقلوبها عمرة بالحب. أصدر الفنان اللبناني وسام أمير فيديو كليب جديد لأغنيته كون. حياتي كون ديما البروتوكول فكر والشجاعة وندوز الساعة.